أقول وجدة غيري جزمتك المبهذلة هذه. وين غطوتك؟ إن شاء الله جاي المدرسة من غير غطا على راسك. والله يعني ما تدري بنات ما يكبون السياكل. والله لا يكون عندي سياكل وأوريك. مئة ريال غالي عليك. عمرك شفت بنت راكبة سيكل وانت جاية تقولي لي أبي سيكل؟ ما مني خذ. أبو الفكيني بس لا تنطرني أسبوع جاي ماني جاي. لا تجي، روح حط راسك براس أمك، ما عندكم سالفة غير العرس. وش عندك واقفة عنده؟ اشترت عائلة أبوك المبجلة، ما انت فيها، ما فيها إلا سامي رجال. اللي تدري زين عنه وش أتكلم، وتدري ما بيك بيها سيكل لأي أحد. شريط منوعات بما إحنا صرنا أصحاب الآن. بشركم يا بنات، إحنا زبنا المبلغ الجائزة صار 1000 بدل 800 ريال. أنا قبل فكرت كلامي كثير وقررت إني أتغير. سبحان الله، فجأة يعني. أبيك تكون أسعد إنسانة في الدنيا.